فيكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله رح فرجيكم هاي الاداة اللي انا اشتريتها اونلاين. طبعا انتم بتلاحظوا انه الفيديوهات اللي بنزلها على القناة بنزل عن ادوات انا اشتريتها اونلاين. طبعا حابة انزل كل اداة لوحدها لحتى افرجيكم كيف بنستخدمها ورأيي فيها اذا بنصحكم فيها او لا. طبعا هاي الاداة انا اشتريتها اونلاين وبتنباع بالاردن. انا شفت بعض الستات عم بيروجوا الها، بس صراحة مقارنتها مع الاسعار اللي بتنباع فيها بالاردن اونلاين كتير ارخص، لانهم هناك بدفعوا شحن وبرضه بدهم يربحوا منها. فاونلاين انا اشتريتها كثير كانت سعرها رخيص. هلا هي هيك شكلها بيجي، عندي هون شفره وعندي هون شفرتين، وهدول بنفكوا. هاي هيك بتنفك، هاي شكلها، وعندي الجهه الثانيه بتنفك. هاد شكلها، هاي بنستخدمها للخضار. وهلا رح افرجيكم كيف رح نستخدمها للجزر والخيار. عندي هون قطعة جزر وقطعة خيار، رح اجرب كل وحدة فيهم على قطعة من القطع. طبعا اول اشي رح نجيب القطعة الاولى، رح نحط الخيار، رح اخذ القطعة هاي من هون احطها هيك، بعدين رح امسكها هاد شكل الخيار اللي بيطلع عندي. رح اجرب هلا مع الشفرتين للخيار واشوف شو رح يصير. اتوقع انها زبطت على الخيار اكثر لانه الخيار اطرى. هاي للخيار. هلا رح اجرب على الجزر اشوف كيف رح تكون النتيجة. اثبت الجزر، اوه ممتازة للجزر برضه. خلص هيك خلصت الجزرة. هاي الجزر اللي طلع عندي، هاي الخيار. انا حبيت الشكل الثاني، هاي الشكل الاول بعطيني الخضرة شكل رفيع. انا عجبتني هاي اكثر، حسيتها عملية اكثر من الجهة اللي بشفرة واحدة. رجعت جربت القطعة الأولى على الجزر فاشتغلت ممتاز. فرجيتكم كيف رح نستخدم هاي الآلة لتشريح الخضرة. شوف ما احلى اشكالهم. هاي الشفره الاولى اللي هي لحالها، هي للخيار والجزر، والشفره الثانيه هذا الشكل اللي طلع منها، وهذا للجزر. طبعا المره الاولى لما حاولت اعمل الجزر ما كنت عارفه اثبتها منيح، لكن بعد ما ثبتها اعطاني شكل حلو وبكل سهوله
شرحت الجزر فيها. والشفرة الثانية فصراحة كثير حلو شكل، يعني شكل الخضار بيطلع سواء بالشفرة الأولى أو الشفرة الثانية، سهلة الاستخدام وحتى تنظيفها كمان سهل، وحجمها صغير وسعرها كثير رخيص. فهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو، رح أترك لكم الرابط من وين اشتريت هاي الأداة، وطبعا بنصحكم تستغلوا عروض البلاك فرايداي، رح تكون يوم الجمعة إن شاء الله رح يعملوا تنزيلات هائلة، فممكن تشتروا أشياء كثيرة. وطبعا أهم إشي إنه الشحن على الأردن بيوصل، أنا صرت طالبة أكثر من مرة وبيوصلوني كلهم على الأردن، بيعطوكم كود بتشوفوا البضاعة وين اللي انتو طلبتوها وين بتوصل أول بأول. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا تحطوا لايك، تتركوا كومنت وتشتركوا بالقناة، وأهم إشي تضغطوا على الجرس لحتى توصلكم إشعارات بالفيديوهات.